بعمل ايه؟ عارف طريق الدار؟ يا خالد. ايوه ندى. انا عمالة الف حوالين البيت مش لاقياه. طب تحب اجيلك؟ تجيلي تعمل ايه بس؟ ممكن يكون اتصل بحد. طيب معرفش. ايوه تنت ندى. يا سلمى، انت يونس ما كلمكيش النهارده؟ لا يونس، لا ما كلمنيش، حتى انا بعت له على الانستغرام وما ردش عليا. فين؟ ايوه ندى، صحيت من النوم ما لقيتش يونس في البيت. يا صلاح، يعني ما هيكون راح فين؟ يعني ما لقيتهوش ازاي؟ مش عارفه يا صلاح. بابي، يونس حصل له حاجه؟ لا يا حبيبي مش حاجه. طب هو انت فين يا ندى؟ أنا أروح الدار، يمكن يكون هناك. يعني هو هيعرف يروح من مصر الجديدة للمعادي لوحده؟ طب سيبيني أنا أروح الدار أنا أعرف. لا، لازم يعرفوا مني أنا. طب رحتي الاسم سالت؟ مش عارفة يونس فين يا صلاح. طب ممكن تسيبيني أنا أروح الاسم سالت؟ بليز بلغني لو في حاجة، لو عرفت حاجة بليز قول لي. طب اهدي أنا ده، أنا هطمنك لما أروح. حاضر. بابي، هو يونس ممكن يجي وما يرجعش تاني؟ لا مش هيحصل حاجة، إن شاء الله مسكي. تعالي نلبس بس. جديدة للمعادي لوحدك؟ فين أهلك يا ابني؟ مامتي في الشغل ومش عارفة تيجي تاخدني.